لا من بنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ابخي مده طويله اللي ما حطيتش معاكم لي فيديو، راني وليت معاكم وان شاء الله نكون اكتيف. راكم عارفين البنات مع التربيه وكاع، دونك جي با لو طون. ديجا غير هاد لا فيديو عندي مده وغير باش نحطه ما قعدتش. وراني بارطاجيت معاكم ان بوفي سامبل، جيسبر كو غادي يعجبكم. فوالا دونك انا ما غاديش نطول عليكم، نخليكم مع لا فيديو. هنا اون فيت قسمت، هنا راني دايره تقنطه تاع الفرينه كما راكم تشوفوا. عندي هنا في لابواط عندي مودة ملي راني مجهزتها وهي تقعد تري تري بيان. وهنا درت تقنطه تاع السميد، شوفوا ما شاء الله هذه وجدتها والله غير البارح. وشوفوا شوفوا كيفاه طريه. هنا البنات عندي غادي نديرو لي صابلي بيرسوناليزي كما كنتو تشوفو. هنا راني موجده لا بات صابلي، ديجا ما شاركتهاش معكم اون فيت لا روسيت باسكو ديجا راني دايرتها معكم. انا كي ندير لا روسيت تاع لا بات صابلي باردون، ما عنديش دي زانغغيديون اكزاكت ندير، دونك نعرف انا كيفاش جوغ نخرجها. هادي اون فيت جازت لها انا زدت فيها لا بودر دو نوازيت. فوالا كاين بلاطو اللي فوت له شويه طياب كما كتشوفوا تخرج شابه. فوالا عندي هنا لا باتا سوكر، هذه شريتها من اكسيون. دافيتود نشريها من عندهم وتخرج لي تري تري بيان، ميم في المودلاج سي تري فاسيل باش تستعملوها. هيا طريه. وهذه باسكو عندهم لا كولور نورمالمون غير لو روز ou le bleu ou je me rappelle pas les autres couleurs. Je crois jaune mais je sais pas bien. Moi ou elle dit la pâte à sucre blanche chez un des magasins Alice Didis. Voilà, je dirais 250 grammes parce que là un petit kilo, je crois 500 grammes parce que la je c'était une grande quantité pour les sablés. Ouais, pour juste pour les sablés. وهنا عندي les imprimeries تاع مع l'emporte pièce تاع les sablés. Voilà. وهنا دوك غادي نستعمل باش ندير فوق باتا سكر، ندير une sable décoration. غادي نستعمل هاد تاع لا باتا سكر كما راكم تشوفوا. وعندي هذا تاني شيتهم اكسيون. Voilà, je vais voir si je vais l'utiliser ou pas. هادو اللي درت بيهم لا بات صابلي تو، تاني ندير بيهم باتا سكر. هذا تاني كوا دوتر، هادو جو سي با سي غادي نستعملهم ولا جو في فوار. هنا كي نبدا ندير هادوك لي موتيف وكاع. بون خليكم معايا غادي نبداو. بسم الله.
beurre salé. Déjà راني درته معاكم في لاشين تاعي لا جينواز بور لايف كيك وندير الكيك بوبس وندير لي كوب كيك فوالا لازم هادو نوجدهم نهار كيما هكا على فونس المهم غادي تشوفوا معايا اون فيت كاع لي زيتاب هنا بعد ما طيبت الكراميل تاعي كما كنت تشوفوا درتها هنا وهنا وجدت لو مول تاعي باش ندير لا جينواز الثاني راني دايرتها بليزيغ فوا في القناه تاعي تلقوها فوالا ابري ندير الكوب كيك والكيك بوبس دون ما شيخي هنا عندي 120 غرام دو فارين 120 غرام فارينة 200 غرام دو سكر 200 غرام سكر 125 غرام و مليليتر دو شود 125 غرام البنات ولا مليليتر تاع الماء يكون حامي عندي 60 مليليتر تاع زيت 60 مليليتر دويل ان اف اونتي حبه بيضه كامله سكر فانيي هنا تقدروا تديروا ليكيد فاني ليكيد فوالا جوست اون بيتي بانسي دو سيل قرصه تاع ملح كويارا كافي دو بيكربونات مغرف صغيره تاع بيكربونات اون كويارا كافي دو لوفور كيميك مغرف صغيره تاع خميره الحلويات عندي هنا الحليب كما راكم تشوفوا عندي 120 125 ملل لي entier voilà ou le normal 125 grammes ou millilitres le bnet تاع حليب عندي 50 grammes de cacao amer 50 grammes تاع cacao المر voilà هذو هما les ingrédients و هذا البنات اوريو بسكويت اوريو عندي تكتشفوا avec moi le كيفاش غادي نستعملوه تكون عندكم واحد 12 pièces haka voilà parce que normalement had les ingrédients t'atikom 12 حبه تاع هذا الكيب كيك donc j'ai pour un récipient on va dire نبدو on commence par les ingrédients secs بسم الله نديرو la farine oui c'est de la farine ma chérie ah معايا بنتي parce que elle aime bien la cuisine donc تبغي voilà نزيد السكر كاكاو الكاكاو ان فيت غادي نغربله باسكو راه محبحب بسم الله نزيدو لا لوفور بيكربونات بنسي تسير نحتاجو هكا مول تاع كوب كيك انا عندي فيه غيسيس وغادي نستعمل هاد لي مول عندي لي كيسات انا شيتهم هادو غير اكسيون انا غادي نستعمل فيهم نورمالمون 4 كولور فوالا دونك انا جو في اتيليزي بيتيت البلو غادي ندير هادو
هنا البنات دوك كنحطو كيما هكا كيما راكم تشوفوا حبه تاع اوريو من التحت. ما تكتروش ما تعمروش. بسم الله. انا غادي ندخلهم يطيبوا. ديجا تكونوا مسخنين الفرن ديروه على 180 درجه وخلوه ديجا يحمى واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه باش تدخلوا هذا يطيب. فوالا كيما قلت لكم اون فا لي كوير ا 180 دغري. نطلقوا من بعد ما يطيبوا لي. فوالا ها هما لي كوب كيك تاعي. هادو يجوا تري 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 مويلو البنات. ها هما الباطو الاخر ومازال راه باقي لي درك غادي نخوي هادو ونكمل لو ريست. بور لو غلاساج و كريم شونتي ماسكاربوني غادي نديروها فوق لي كوب كيك. نحتاجو هنا 200 غرام ولا مليليتر دو كريم فريش ليكيد اونتيير وكاملة 200 تكون بيان فخواد. جو بريسيز البنات تكون باردة مخرجينها من الفريكو باش تطلع لكم بيان مونتي. غادي دروك نطلعها اون شونتيي و ابخي نزيدو 250 غرام دو ماسكاربون اي تشوفو لا سويت معايا. ندير الفوي وتزيدو 30 غرام دو سكر غلاس. فوالا 30 غرام تاع السكر الناعم ودرت كوز دو فاني. فوالا ليكيد هادي لوغو تاعها فوغ وغادي نخلطهم دروك حتى يندمجو مع بعض. شوفوا البنات اون اوبتيا اون كريم تري بلونش وما شاء الله راه متماسكة. لا فوالا بون لي كوب كيك تاوعي راهم واجدين و لا كريم اللي وجدتها معكم راها واجده تاني. جي كولوري وخليت لو ريست بلون. وعندي هنا هادو كيك ديكورات باش نديكوري. هنا عندي لا باتا سوكر خدمتها البارح وي وخليتها يبست ايتو. فوالا درت هكا دي بابيون ودرت ام بي هكا تاع بيبي بوسيت. المهم باش نديكوري من الفوق بيبرون ها. وعندي هنا لي فاي دارجون. فوالا هادو شريتهم عند شي اليس ديليس. هادو شريتهم شريتهم موان 7 يورو. فوالا كانوا اون دوري مي انا جو بريفيري. المهم تبعت لو تيم تاعي. فوالا فيهم نورمالمون 3 فاي. غادي نبدو نديكوري دي ديكوراسيون سامبل. هنا البنات عندي سميد كيما راكم تشوفوا حمر تاعو كاع شفتوا معايا. درت زوج كيسان من هاد الكيسان. فوالا نتوما ديروا العبار اللي تعبروا بيه. هنا غادي ندير زوج كيسان باقي قيس با دوا باش يتعمر. بسم الله نديرها هنا ديجا راني مذوباته باش تعرفوا القيس شعر. كاس زيت وكاس عسل وزوج كيسان سميد محمص. نزيدو كاس عسل. بسم الله نشعلو ليهم نخلطوهم مليح حتى يندمجو مع بعض. لازم ما يبقاش الزيت يبان الزبده تبقى تبان. انا هنا اون فيت حقت خلطت شويه مارغارين مع الزبده ما درتش غير زبده وحدها ولا مارغارين وحده خلطت.
فوالا كيما راكم تشوفوا بعد ما ندمج مليح الزبده مع العسل كيما راكم تشوفوا غادي طفي النار ما تحبسوش من التحراك لازم الزبده ما تبانش في العسل ونزيدو نزيدو عليه دو فوا نزيدو ما نديروش ضربه واحده بسم الله كما شفتوني بلا درت قرصه ملح وماذا بكم كي تكبوا العسل مع الزبده ما ديروش عليا البنات باسكو راني فاتيك كي تكبوا السميد على العسل والزيت والدهان تقعدوا تستمروا في التحريك كيما هكا واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق هذا هو السر باش التقنيه تاعكم تقعد طريه والزيت مشغول ما يطلعش من الفوق فوالا لازم تقعدوا كي تخلطوا هكا انرجيكمون باش يتشرب لكم السميد كلش وتطرى تقعد طريه بون اليوم سي دوسيام جور نهار الزوج بنات البارح ما قدرتش ندير هادو لي كيك بوبس ما قدنيش الوقت راكم عارفين مع التربيه طيبي فرانشمون ما قدنيش الوقت دونك شا عندي تكون عندكم بسكوي اوريو انا هنا عندي هذا ديجا راه كونكاسي جا كيما هكا المهم نتوما يكون عندكم نوع حب بسكوي نورمال دونك نحتاجو المهم قيس اللي تبغوا لا درتو المهم ديروا 250 ولا انا ندير بالك حد لي دار هكا 400 غرام ولا وتحتاجوا فيلادلفيا ولا يكون فروماج يكون طري كيما هكا البنات هاهو كيف تحنطه يجي هكا بودر شكل ناعم شغل هكا فوالا راني نكمل انا الكونتيتي و اون فيت انا بويسك عندي هذا الغوبو صغير ما غاديش نقدر نطحن هنا كاع البسكويت تاعي وندير عليه الفرماج داكور غادي ندير كنتكون فرماج نديره هنا حتى كجوبتي اون بات مالياب فوالا نتوما اللي عندكم هذا الروبو يكون كبير دونك ديروا كاع البسكويت تاعكم قعدوا تزيدوا الفرماج حتى اللي تحصلوا على تكون اون بات مالياب شغل تتكور لكم داكور لا بات كون اوبتيان هيا شوفوا كيفاش تجي تجي طريه مالياب شغل ما تلصقش كيما راكم تشوفوا اون فيت سا فا دورسير في الفريغو غادي ندخل اون فيت ما ندخلوهاش كيما هكا غادي نديرو دي بول ونحطوهم في البلاطو وندخلوهم في الفريغو ماكسيموم اون فا دير دي مينوت ماكسيموم ما با خمس دقائق يتوك تجمد لكم في الفريغو تحكم روحها باش علاش تساعدنا كي نديروها في نرمدو في الشوكولا فوالا غادي دوك ندخلهم في الفريغو واحد 10 المهم حتى كي تشوفيهم تماسكو بيان برسك جمدو دونك نشوفوا معايا لي زيتاب سويفونت نطول راهم يجمدوا لي البنات في الفريغو نحتاجو هنا دي باطوني كيما هكا عيدان تاع البوبس كيك بوبس هادو اوبليغاتوار لازم يكونوا عندكم وعندي هاد المول هذا سي فاكولتاتيف انا هذا كي تستعملوا كديروا كيك وتدخلوه يطيب انا كيما نقولوا جو فيدير درت بالاوريو سون كويسون فوالا ها ومن بعد ندير لهم كيما هكا المهم كي تشوفوا لي زيتاب معايا وهنا نحتاجو شوكولا بلون انا هذه شريتها شي اليس ديليس فيها 250 غرام كاليتي مليحه هذه فيها 34% تاع كاكاو بون باسكو علاش انا راه عندي بروبليم في الشوكولا بلون كي ندوبها ما هاش تبغي دوبلي شيت لا مارك هذيك نيس لي وقعت على سونت كوماسي مي مانيش عارف افون كانت دوبلي مي جي اسيي تو لي ميثود درت في الاوباما غي درت في ميكرو وند والو مي ديرنييرمون راه الميكرو وند تاعي راه شويه ماش فونكسيوني بيان مي دابيتود ندير في الاوباما غي ودوبلي دونك غادي نسيي هادي
normalement le conseiller là-bas قال لي هادي دعم الدوبلوك سون بروبليم. On va voir. Voilà, les bnat ont خرجتهم الكيك بوبس من الفريغو راهم قد برواحهم. هنا جي في فوندر الشوكولا بلون كيما شفتو خرجت لي ما شاء الله كي تكون دو بون كاليتي. Voilà, ما كنتش فيها صعوبات. زدت فيها غير شويه زيت. دونك غادي تشوفوا معايا اش غادي نديروا. نحكموا نديروا هكا ونبيكون في الكيك تاعنا. هكا وغادي نحط هنا حبة تاوعي. فوالا كما راكم تشوفوا هادو خليتهم هكا. غادي دوك ندخلوهم في الفريغو ولا في الكونجيلاتير. انا غادي نديرهم في الكونجيلاتير غير واحد 2 3 مينوت قد الشوكولات تجمد لنا بيان وينشدوا بيان في هادو في العيدان. ونولي معاكم باش نديروهم في الشوكولا. هنا غادي البنات غادي ندير انا اون فيت لا كريم او بير على مورينغ سويس. En fait, j'en ai déjà partagé avec vous pas mal de fois sur la chaîne TAI. Donc, je vais vous laisser le lien dans le descriptif. بون كيما شفتو راني درت لهم الشوكولا وديرهم هكا ما ديبيكم في الكاس باش يساعدكم. وغادي نخليهم هنا راهم يجمدوا يقضبوا رواحهم وبعديها نحطهم هنا وندخلهم في الفريكو باش يقضبوا رواحهم. بون لا كريم اللي نحتاجو في اللاير كيك الداخل نحتاجو 150 غرام دو شوكولا. هذه راني مذوبتها ولازم تكون بارده. شوكولا ا فوتغ غو اللي تبغوها النوعيه واللوغو اللي تبغوا. انا اون فيت درت هنا خليت لومبالاج هكا باش تشوفوا درت بخاليني وبخاليني ديرو 150 غرام 150 غرام. ونحتاجو 250 غرام دو ماسكاربون. وهنا عندي كريم دو شانتيي. الوغ هادي شريتها من عند شي اليس ديليس. فوالا راهي حلال فيجيتال ديرو بيها سبيسيالمون بور شونتيي. انا اون فيت لو كونسيي لابا يما كونسيي باش ندير بيها لا شونتيي وحسيت بلي ما تجيش بيها بايزون ندير بيها كاراميل وبير سالي اي تو. وكيما يقول لك جي انسيستي قلت له اسكو قال لي وي وي تجي بيها اي تو. والبارح ولا البارح كي خدمت الكرام الوغ كلشي خسر لي. دونك البنات ننصحكم الى شريتوها ديروا بها غير لا شونتيي طلعوها فوالا باسكو هاني ديجا استعملتها وغادي تشوفوا معايا النتيجه تاع هذه. ما انا ديجا مازال ما استعملتهاش في لا شونتيي. غادي دوك تشوفوا معايا كي نطلعها مع الماسكاربون. بون ما عادش نطلعها وحدها باسكو قال لك تخرج بيان فير. هادي هي هادي فيها كيلو فوالا جو لي بايي 5 اورو فوالا. هاما كاتبين اون عربي هنايا البنات دايرين بريباراسيون سكري ا باز دو ماتيير غراس فيجيتال. هنا تستعملوها هي ايديال بور لا رياليزاسيون دو غاناج غارنيتور فوالا. دونك باش تستعملوها باش ديروا الكراميل بيغ سالي ولا ما تخرج لكمش. هذا كنت ديجا استعملت فيه غير لا كريم دونك ما بغيتش نغسله. بسم الله نحتاجو 200 تكون بيان فخواد.
فوالا نزيد عليها الماسكربون ونطلعوهم لي دو على فوا. بون البنات شوفوا كيفاه طلعت ما شاء الله. دروك شوكولا شوكولا نزيدو بتي بتي او ميم طون رانا نخلطو داكوغ. هايا والشوكولا مادا بيكون تكون بارده. ما درتو الشوكولا ديروها هكا بيضه. البنات ديروا السكر كلاص اونفيرون 2 3 كويير اون فيت ديروا ودوقوا كيما تبغوا لا كريم تاعكم تبغوها طرو سكري ولا شويه. بسم الله فوالا لا كريم كون اوبتيان. بون انا ما جاتني حلوه ما جاتني سامطه فوالا. دونك انا باسكو علاش غادي في الفواج دوك ندير نزيد لي مورسو دو شوكولا وكراميل وباسكو هادي راها وفيها نوازيت الشوكولا تاعي وهاد البراليني فيها النوازيت بزاف باسكو لوغو تاعها تاع نوازيت راه ومع كراميل دونك غادي تجيني بارفيت في اللوغو. دونك انا ما بغيتش حاجه طرو سكري مع لا كريم اوبير راني موجدتها. بون دونك غادي اون باس في البريباراسيون بلوتو نو مونتاج تاع اللاير كيك. دونك لي كريم سون بريت. عندي هنا غادي نستعمل هاد الشوكولا اللي فيها كراميل نوازيت. غادي دوك نقطعها دي بتي مورسو باش نديرهم الداخل في هاد. دوك تشوفوا معايا نوريكم غير شويه باسكو راني ديجا نبارطاجي معاكم بليزيور فوا اللاير كيك في لاشين تاعي. ماجينواز اي بريت اوسي كوم تشوفوا قطعتها هكا اون 3. لو سيرو اي بري اوسي. عندي الماتيريال تاعي كراميل وبير صالي اللي درته معاكم ديجا تاني راه في القناه. اون فيت غادي نخليكم كاع في صندوق الوصف هاد فوالا. هذا غادي باش ندير الجاف باردون منتي راه هدايا وراها مريضه. بون غادي باش ندير الداخل نوريكم كوميم هكا شويه لقطات فوالا. بون درت لا جينواز تاعي الاولى. درت لا كريم اوبير لو تور هكا بو ايفيتي هاد لا كريم باش ما تخرجش وطلصنا. المهم لي تكنيك وكاع راني ديرتهم ديجا في القناه تاعي. دونك غادي ندير هاي الشوكولا درتها لي بتي مورسو دروك نحطها هنا من الفوق ابخي ندير الكراميل. غادي نكمل كيما هكا مع لا جينواز تاعي فوالا. دونك غادي جو بارطاج غيا معاكم في لو مونتاج تاع لاير كيكوكا باسكو راني دايرتها معاكم. اون باس ا اوتر شوز ابخي. اي فوالا البنات لو ريزولتا جيسبر كو غادي تعجبكم. جي في اون سامبل ديكوراسيون فوالا. جي في كوم جي بو فرانشمون عييت بزاف. هنا اون فيت لصقت هادو لي بانو غير بالسكوتش فوالا. كيما راكم تشوفوا راه باين هي شويه ميم هاد الكيرلون درتها هكاك فوالا. ودرت هنا هادي بوي غارسون اللي هي عندي لورلوج دونك قلحتها سي بور سا راهي يبان هذاك الاخر مي سي با غاف. بغيت حاجه دا يقعد الميغ بيا فوالا. لا طاب اللي وجدتها درت حاجه سامبل وبغيت ما بغيتش طرو شارجي فوالا. لاير كيك لا كريم ما بغيتش نديرها لا كريم بلونش على جال لي نياج تو قلت ما يبانوليش دونك درتها مايلة شوية للجون فوالا. Thank you.
هنا درت كما نقول لك قاعده تقليديه وحدها تقنته والاخر شو ما بغيتش نديرهم مع البيفي. دونك هذه درت تقنته تاع السميد كما راكم تشوفوا، وهذه تقنته تاع لا فارين. هذه ما شاركتهاش معكم، مي نورمالمون ان شاء الله نديرها وحدها في فيديو وحده. هذه تقنته اللي كنت موجدتها في شهر. انا نصفي لها الزيت تماما حتى يصفى لها كاع، شغل كي تاكلوها ما تضركمش وتجي بنينه بنينه مع دوك المكسرات اللي درت فيها وكاع، تجي روعه. وهنا هذا بوسوله موسو، هذا ما كنتش موجدته انا مينتا، شغل كان عندي بليتو انا ندير في الكونجيلاتور كيكون عندي هكا كاطو، وكي نخرجه يقعد تحسبي هذا وين درتيه. فوالا ودرت التي كما كنت تشوفوا، حاجه سامبل. فوالا البنات، جيسبر كو لا فيديو ما كانش طويل عليكم، وان شاء الله يكون عجبكم. ولو كان ديتو غير دي بتي زيدي ولا نفعتكم حاجه قليله، سي سا مون بوت. البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك، واشتركوا في القناه تاعي اللي ماش مشتركه. هذه بنتي راكم عارفين كانت فرحانه، كانت حاسبه لانيفيرسير تاعها. فوالا، وهذا مون بيتي برنس اللي درت له البوفي، ان شاء الله ربي يرزق كل انسان بالدريه الصالحه. اي فوالا مون غاتو، لا ديكوب تاعه. نخلي لكم على خير البنات.